نشدوا شوية عن كل مزعج طمع مشاهدينا. كما كتلاحظوا هذه وقفة احتجاجية لأباء وأولياء تلاميذ مدرسة ابن حزم بمدينة الجديدة، فالاحتجاجات لا زالت متواصلة هنا من طرف الآباء والأمهات، وغادي نحاولوا نقربكم يعني من تصريحات ديال الآباء ووليداتهم ما بقاوش كيقراوا هذه الأيام. السلام عليكم. بالنسبة لليوم عندنا واحد الوقفة احتجاجية على حساب الدراري ما تيقراوش والاساتذه دايرين الاضراب. حنا تنطالبوا من الوزاره تدير التدخل في اسرع وقت، لان الدراري ديالنا تيضيعوا وبغيناهم يقراوا. وتا ولا ضاعوا الدراري التلاميذ وضاعوا التلاميذ، راه بالنسبه للتلاميذ راه الدوله اللي غادي تضيع فيهم، ماشي حنا اللي غادي نضيعوا فيهم. لان بالنسبه حاليا تلاحظوا بان الوزاره زايده في التعنت ديالها، ما بغات تجلس مع الاساتذه، ما بغات تجلس مع نقابات، ما بغات تجلس مع حتى شي حاجه. وحنا تنطالبوا سيدنا خصوصا انه يتدخل في هذا الامر هذا، لان راه الا ضاعوا التلاميذ وما الدراري صغار ضاعت فيهم الدوله. وتنطلبوا من الله سبحانه وتعالى وتنطلبوا من الجميع اللي عنده يد في هذا الشيء هذا، وخصوصا المافيا ديال التعليم خصوصي اللي باغا هذا الشيء هذا يزيد يطول، باش الاباء يهزوا الدراري ديالهم ويديوهم يقراو في التعليم الخصوصي. حنايا بالنسبه لينا حنايا راه ما غاديش نديو وليداتنا للتعليم الخصوصي، اغلبيه الاباء، لان ما عندناش باش نقريو ولادنا. الا قرب بغا يقريوهم، ما بغاوش يقريوهم راه غادي يخرجوا للشارع. ومن هاد الوليدات هادو الا ما قراوش راه كاين اللي غادي يخرج مجرم، كاين اللي غادي يمشي ينحرف، كاين اللي بزاف د الحوايج. وحنا تنطالبوهم باش ما يضيعوش الوليدات هاد العام هذا، من الاحسن يديروا شي تدخل، ومن الاحسن يلقاو شي حل وسط باش الدراري يقراو مع الاساتذه. لان الاستاذ الا عطيتيه قد ما غيعطي التلميذ، وقد ما نجح التعليم قد ما الدوله غتزهر وغتزيد لقدام. حنا تنعقلوا ملي كنا تنقراو وهما تيقول لك اصلاح التعليم اصلاح التعليم اصلاح التعليم، ولحد الان ما كاين لا اصلاح لا حتى شي حاجه. التعليم في المغرب ما زايد غير اللور، ما بغيناش نعرفوا هادشي فين غادي، بهادشي هذا فين غادي. وتنطلبوا من سيدنا الله يجازيه بخير يتدخل في هذا الامر هذا، ويشوف مع هادشي يشوف مع الاساتذه هادو التعليم. حنا بغينا يزيد لقدام وبغينا نزيدوا الدوله لقدام. وشكرا. كاين واحد السيده هي اللي تهضر هنا. السلام عليكم. يعني انتم في وقفه احتجاجيه الابناء ديالكم ما بقاوش يقراو؟ لا، اولادنا ما بقاوش يقراو. حنا السلام عليكم، حنا واقفين كنتواجدوا اليوم امام مؤسسه ابن حزم بمدينه الجديده، دايرين وقفه احتجاجيه على قبل الابناء ديالنا ما تيقراوش. الاضراب 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 دائما اضرابات. انا ماشي ضد الاستاذ، انا مع الاستاذ
ومن حق الأستاذ يطالب حتى هو بالحقوق ديالو، ولكن وليداتنا كيدمروا نهار على نهار كيضيعوا. يعني الوليد كتجيبو هاز المحفظة ديالو غادي يدخل المدرسة، فإذا بنا كنلقاو إضراب كاين. يعني أشنو خصنا نرجعوا داك الوليد يمشي للدار؟ شنو هو الإحساس ديال هذاك التلميذ هو راجع للدار، هو جاي يقرا وراجع للدار؟ أنا ولدي شخصيا ملي كنكون راجعة به للدار، ماما علاش مدرسة خصوصية وليداتها كيقراو أنا ما كنقراش؟ شنو هي الإجابة ديالي باش غنجاوب ولدي؟ غادي نقول ليه ما عندناش فلوس باش نمشيو مدرسة خصوصية؟ علاش كيديروا لينا بحال هكا باش يدمروا لينا المدرسة العمومية؟ ما عندناش باش نديو وليداتنا المدرسة الخصوصية، يديروا معنا حل، يجلسوا مع الأساتذة يوصلوهم الحل اللي بغاو باش وليداتنا يجيو يقراو. حنا ما عندناش فين نديو وليداتنا إلا سدوا علينا المدرسة العمومية. وعندنا سنة استشهادية، بالنسبة لي أنا عندي سنة استشهادية، جوج وليدات، واحد في الأولى باك وواحد في المستوى السادس. يعني ملي غادي يجيو امتحانات ولادي شنو غادي يعطيهم؟ شنو غادي يعطي وليداتنا؟ ما عندهم ما غايعطيهم. كيهمشوا لينا الوليدات، وأنا من هذا المنبر هذا كنطالب وزير التعليم يدير معنا حل في أسرع وقت. وليداتنا كيضيعوا نهار على نهار، هو صراحة التعليم مدمر وكيزيدوا يدمروا فيه. التعليم غيستمر هادشي ما عارفينش دابا؟ ما عارفينش، ربما كيقول لك كاين شي إضراب آخر مدة 15 يوم عاوتاني، يعني أشنو؟ هاد العام غيضيعوا وليداتنا ما غاديش يقراو؟ ولاد المدارس الخصوصية كيقراو وليداتنا ما كيقراوش؟ مدارس خصوصية دابا خدامين في امتحانات، وليداتنا حنا جالسين ما قارينش، حرام، عيب وعار هادشي، هادشي عيب وعار. حنا وليداتنا هاد الجيل هذا ديال اليوم ان شاء الله بغيناه يكونوا جيل الغد، بغيناه يكون اطر، بغيناه يكون يعني مستوى عالي في البلاد ان شاء الله. يعني هاد الوزير هذا الا ما شافش من حال هاد التلاميذ ديال دابا غدا شنو غادي يعطيو للبلاد؟ ما غادي يعطيو حتى شي حاجه. كما كتلاحظوا يعني مازال الوقفة متواصلة مشاهدينا متتبعينا هنا، هذه الأمهات ديال التلاميذ فمازال الوقفة متواصلة. والغريب في الأمر هو أن الآباء والأولياء كيقولوا لحد الساعة ما عارفينش إلى متى سيستمر هذا الوضع. سي حسن تكتب يعني عن كتب واحد يعني من حقوقي، سي حسن قدم لنا نفسك وهذا الوضع اللي كنشوفوه دابا مختلف مدارس اقليم الجديده، ما معروفش الى متى سيستمر الوضع اللي كاين دابا. السلام عليكم، تحيه للاخ كريم، تحيه لكل متابعين هذه القناه التي دائما تغطي الاحداث في جميع المجالات. تحيه كذلك اولا لكل الاباء وامهات واولياء الامور والتلاميذ الذين ينظمون هذه الوقفه الاحتجاجيه السلميه الحضاريه التي تنظم اليوم امام مدرسه ابن حزم مدينه الجديده. وتحيه كذلك لكل الاباء وامهات واولياء الامور بالمغرب من طنجه للقويره. هذه الوقفه الاحتجاجيه بطلب من اباء وامهات واولياء الامور بمدرسه ابن حزم مدينه الجديده. جيت صيفتي كرئيس الجمعية المغربية مدقيس أرضي للدفاع عن الحقوق والحريات ونشيط كذلك تربوي وفاعل تربوي، جينا من أجل مؤازرتهم لأننا أولا نعلن تضامننا ومؤازرتنا ومساندتنا المطلقة اللامشروطة مع الأساتذة والأستاذات الذين المضربين، فهذا حق مشروع لهم. اليوم كما كنشوفوا ان هذه الحكومه اللي نعتبرها حكومه فاشله، حكومه ما قدرتش تدبر هذه الامور او هذا الموضوع اللي هو موضوع بسيط للاساتذه والاستاذات الذين يطالبون بحقوقهم العادله ومشروعها، اللي كتجلى في نقاط بسيطه، نقاط اللي هي ديال الزياده في الاجور، نقاط اللي هي تقليص من الساعات اللي ضافت لهم او من الامور اللي ضافت لهم، نقاط من هي من اجل الكرامه ومن اجل العيش الكريم. لان واش انت متفق يعني الناس كتضيع وليداتهم ما كيقراوش؟ انا خاص هذا الشيء، ولكن انت كتشوف الاولاد ما كيقراوش. أنا ولي أباء أمهات هذاك مشكل آخر، ولكن وليداتهم كيضيعوا ساعات. أستاذي الكريم، أنا لا يسعني في هذه اللحظة إلا أن أوضح يعني الموضوع، والمغاربة كلهم تيعرفوا أن الأمور كتعلقش بالأساتذة ولكن كتعلق بالحكومة. أنا مع التلاميذ خاصهم يقراوا، خاصهم هذا ما مصيرهم.
يعني الحكومه اللي كتحمل المسؤوليه ديال ماشي الاساتذه، الاضراب حق مشروع، والاساتذه كيتابعوا كينظموا هذه الاضرابات وكيستمروا في الاضرابات ديالهم مطالبين حقوق المعادله ومشروعها، لكن هذا ما مصير هذه الاضرابات بلا ما كيقراو. لا لكن ما مصير نعم نعم ما مصير هذا التلاميذ والتلميذات هذه الاجيال او هذا الجيل القديم اللي كنتمناوه ان شاء الله. وغدا فينا المساواه اللي كنشوفوا المدارس العموميه ما هما دابا داير الاضراب الاساتذه اللي هو حقهم، ولكن المدارس بريفي كيقريو. غدا كيف فين المساواه في الامتحانات؟ يعني احنا مقبلين على امتحانات، كيفاش غادي هاد الوليدات يستقبلوا هاد الامتحانات؟ هذه من جهه، من جهه ثانيه ان الاساتذه هاد الاضراب ديالهم هما اصلا ما رادينش عليه، ما يعني شحال من سنه هما كيطالبوا وحاورناهم وجلسنا معاهم، ولكن دائما كنلقاو ان الاساتذه كيطالبون حقوق ديالهم، ولكن ما كاينش واحد الاذان الصاغيه. اذا الوزاره هي اللي كتحمل المشكل ديال هاد التلاميذ والتلميذات، هاد التلاميذ والتلميذات اللي كنشوفوا الوزاره فاشله وكنشوفوا الوزير فاشل، لان ما قدروش يدبروا الشؤون، ما قدروش يدبروا هذا الموضوع اللي هو موضوع بسيط لحقوق ديال الاساتذه، لان هاد التلاميذ هادو كنشوفوهم الان ضايعين ومازال غيضيعوا، فالاباء والامهات كذلك نتضامن معهم من اجل تنفيذ المطالب ديال الاساتذه وارجاع الامور الى 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 نصابها، ومن اجل كذلك استمرار التلاميذ والتلميذات لمتابعه دراستهم. شكرا للاخ كريم. يعني انتم اباء اولياء تلاميذ ما معروفش الى متى سيستمر هذا الوضع، وكيفاش الدراري غادي يستقبلوا الامتحانات هما ما حافظينش حتى حرف؟ يعني بنتي في المستوى الثالث الا قلتي لها تكتب لك جمله بالعربيه ولا بالفرنسي ما غتعرفش، ومازال الاضرابات ما عارفينهاش وقتاش غتحل. فهاد الوضع صراحة الله كنطالبوا من سيدنا الله ينصرهم من المسؤولين يلقاو شي حل لهاد الدراري، لحقاش غتضع فيهم غير الدولة، غتضع فيهم غير الحكومة. وحنا اولاد حنا انا كمواطنة يعني من الشعب على قد الحال، كيفاش غادي نقري وليداتي في الخصوصي؟ غنتفرج فيهم هكا كيضيعوا؟ راها ما جاتش حشومة، والله الا حشومه هاد الشيء، خاص المساواة. باش كيقولوا وليداتك ملي كنتومي غادية معاهم ما كيقراو كيشوفوا، كيقول لك شوفي هادو كيقريو وحنا ما نقراوش، هما عارفينش هاد الشيء حتى الاضرابات امتى غتسالي. هو كنشوف نطالب سيدنا الله ينصرو يدخل فهاد او يشوف شي حل. وشكرا سمحوا لي. كما كتشوفوا مشاهدينا يعني مازال الوقفة مستمرة هنا امام هاد المدرسة، مدرسة ابن حزم بمدينة الجديدة، وكتشوفوا يعني الامهات مازال واقفين في هذه الوقفه اللي كاينه في هذه اللحظات في هذه الاثناء.